السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل مع الفيديو رقم 2، يعني نكمل مع مراجعة المكتسبات القبلي. يعني كل هذا غير مدرج في برنامج هذه السنة، ولكن يتوجب معرفته ومراجعته للاستمرار في الدروس المتبقية. اسمعني مليح. علمنا من الفيديو السابق أن ماذا؟ الأرض مقسمة إلى صفائح، أو سطح الأرض مقسم إلى صفائح تكتونية. هذه الصفائح ذات الحدود المتميزة بنشاط زلزالي وبركاني، بالإضافة إلى التضاريس تتمثل في سلاسل جبلية على مستوى القارة أو على مستوى المحيط، ماذا؟ ظهرات وخنادق. هذه الصفائح تكتونية، يعني ذات حركة دائمة. إما هذه الصفائح إما تتباعد عن بعضها البعض أو تتقارب من بعضها البعض. يعني هذه الصفائح ماذا؟ هذه الصفائح كصفيحة إفريقيا وصفيحة أمريكا الجنوبية يتباعدان عن بعضهما البعض. أما بالمقابل صفيحة أفريقيا مع صفيحة ماذا؟ أورو أسيوية يتقاربان من بعضهما البعض. يعني غير ثابتتي الحركة، هذه الصفائح غير ثابتة بل دائما في حالة حركة، إما تباعديا أو تقاربيا. أولا نبدأ بمن؟ بحركات عليك. نبدأ بإثبات حركات التباعد. إثبات حركات التباعد. اسمعني مليح. أنا لو كان نقول لك أن أمريكا الجنوبية وإفريقيا يتباعدان عن بعضهما البعض، كاين ماذا؟ دليلين ماذا؟ نقدروا نعتمد عليهم باش نقدروا نثبتوا ذلك. اسمعني مليح. إما نعتمد كرقم واحد على زحزحة القارات، زحزحة القارات أو توسع ماذا؟ قاع المحيط، أو توسع قاع المحيط. شيخ ما فهمت. اسمعني مليح، باش نثبت لك باللي هذه القارة وهذه القارة راهم يتباعدوا على بعضهم بعض، خلاص هذه الصفيحة وهذه الصفيحة، عفوا غلط، هذه الصفيحة وهذه الصفيحة، باش نثبت لك باللي راهم يتباعدوا على بعضهم بعض، حركات التباعد للصفائح، للصفائح التكتونية، باش نثبت لك باللي راهم يتباعدوا على بعضهم بعض، ها يكفي اني نثبت لك باللي القارتين اللي راهم في هذو الصفيحتين راهم يتباعدوا على بعضهم بعض. خلاص لاحظوا معايا، باش نثبت باللي هذه الصفيحة تاع امريكا الجنوبية وصفيحة افريقيا يتباعدان عن بعضهم البعض، عندنا طريقة اولى نثبت ان القارتين، ماشي الصفيحتين، نثبت ان القارتين يتباعدان عن بعضهم البعض، يعني نثبت زحزحة القارات. زيد رقم 2، باش نثبت لك باللي هذو الصفيحتين راهم يتباعدوا، كاينة طريقة ثانية، انه هذا المحيط الاطلسي ماذا؟ هذا المحيط الأطلسي في تزايد مستمر، خلاص يعني من قبل هاوليك هذا الفيديو هو المحيط الأطلسي، ها وراو دائما راو يزيد ماذا؟ توسع قاع المحيط، يعني ينثبت بلي القارتين راهم يتباعدوا، ينثبت بلي قاع المحيط راهو في توسع مستمر. في كلتا الحالتين ماذا؟ إذا أثبت أن زحزحة القارات أو أثبت هناك توسيع لقاع المحيط، إذا أنا أثبت الصفائح في حالة تباعد. أولا حنا علمنا نعتمدوا شيخ هذه توسع قاع المحيط راهي داخلة في البرنامج هذه السنة، أما زحزحة القارات وأدلتها راهي داخلة كمراجعة للمكتسبات القبلية من ثالثة متوسط. اسمعني مليح، نبدأ احنا الحصة تاع اليوم نثبتوا زحزحة القارات كمراجعة، أما توسع قاع المحيط تكون فيديو رقم 3، زحزحة القارات. اسمعني مليح، باش نثبتوا أولا نبدأ بإثبات زحزحة القارات. اسمع، لو كان فرضا أنا نجيب لكم هذو الورقتين، خلاص ونقول لكم كاينة فكرة لو كان نبدأوها كانت أملو فيهم، توش هتقول لي شيخ الفكرة أنه هذو الورقتين المفصولتين عن بعضهم البعض أو الكتلتين كان من قبل ماذا؟ كتلة واحدة. أو أنا نقول لك كيف عرفت؟
انت تقول لي استاذ خاطرش الحواف الهندسية راهم متكاملين مع بعضهم بعض، يعني شكل هذه الحافة مع شكل هذه الحافة متكاملين، اذا كان كتلة واحدة ثم انفصلتا وتباعدا عن بعضهم البعض. يعني كيف عرفتوا باللي راهم هذو الكتلتين تباعدوا على بعضهم بعض؟ خاطرش الحواف راهم كيف كيف، راهم متكاملين. ما دام الحواف راهم متكاملين معناتها من قبل كانوا كتلة واحدة، ومن بعد نتيجة تباعدهم عن بعضهم، نتيجة الحركة الصفائح تباعد عن بعضهم البعض. خلاص ها يا شيخ، هذا المثال هل ينطبق على القارات؟ لاحظوا معايا بالنسبة للجنوب الغربي لإفريقيا، الجنوب الغربي لإفريقيا والشمال الشرقي لأمريكا الجنوبية يتكاملان هندسيا، يعني هذا الشكل يكمله في الفراغ شكل ماذا؟ أمريكا الجنوبية. إذن ماذا نستنتج؟ أنهما كانا كتلة واحدة ونتيجة تباعد صفيحة تيهما ماذا؟ تزحزحت القارتين. إذن ماذا؟ التكامل الهندسي هو دليل على زحزحة القارات، وبالتالي ماذا؟ دليل على حدوث حركات التباعد. ما دام هذو القارتين رم يتكاملوا في الحواف الهندسية، إذن ماذا؟ عليك اذا هذو القارات كانوا مقبل كتله واحده ومن بعد تباعدوا. علاه تباعدوا؟ ما لا سير، راه كاين تباعد للصفائح، كاين حركات تباعد. يعني كاول دليل لزحزحه القارات هو ماذا؟ دليل مستحث، الدليل هندسي او جيول، الدليل هندسي. خلاص عليك دليل هندسي واش نقولوا عليه؟ ها تكامل الحواف الهندسية للقارات كمثال غرب أو جنوب الغربي لإفريقيا مع الشمال الشرقي لأمريكا الجنوبية. خلاص لأمريكا الجنوبية. هاي دوكا نروحوا لمن؟ للدليل رقم 2. لاحظوا معايا بالنسبة للدليل رقم 2، لاحظوا معايا الرواسخ القديمة. الرواسخ القديمة هي عبارة عن الصخور القديمة اللي فوق عمرها 250 مليون سنة، يعني رواسخ قديمة جدا، صخور قديمة، هي اللي راهي باللون الأخضر. السلاسل الجبلية اللي راهي باللون يعني الفاتحة، ولا اللي راهي باللون ماذا؟ البني، هي أراضي أخرى. لاحظوا معايا لو كان نجو نشوفوا بالنسبة لأمريكا الجنوبية وإفريقيا، أماكن تواجد الرواسخ القديمة تقابلها هندسيا ماذا؟ في إفريقيا تقابلها في أمريكا الجنوبية، يعني كاين استمرارية، كاين استمرارية ماذا؟ في الرواسخ القديمة. لاحظوا معايا كاين استمرارية، كاين استمرارية أيضا في السلاسل الجبلية، يعني وين تكملها أمريكا الجنوبية؟ كان جوشو أمريكا الجنوبية تجي لهنايا، وين كاين سلاسل جبلية في إفريقيا؟ راهي تكملها في في أمريكا، ما دام راهو عندنا نفس الصخور في أماكن متقابلة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، دلالة على أنهما كان من قبل ماذا؟ كتلة واحدة، ثم نتيجة ماذا؟ زحزحة القارات هالك تباعد عن بعضهم البعض، وهذا دليل على أن الصفائح التكتونية في حالة حركة. يعني الدليل رقم 3 الثاني هو دليل جيولوجي، واش نقوله؟ تماثل كدليل جيولوجي. كيفاش نقوم بالشرح تاع هذا الدليل؟ تماثل الصخور، هذيك تماثل الصخور في مناطق متقابلة بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وكذلك استمرارية السلاسل
الجبلية خلاص لهذه المناطق خلاص. يعني دليل على أن هناك فعلا دليل جيولوجي يدلنا على أن هناك فعلا زحزحات قارات بالتالي حركات للصفائح تباعدية. زين نروح نشوف بالنسبة للدليل أهم دليل وأكثره قوة يعني أفضل دليل من الجيولوجي من الهندسي هو الدليل المستحاثي. شيخ المستحاثات ما هي؟ المستحاثات اسمعني مليح المستحاثات هي الكائنات الحية خلاص سواء كانت نباتية أو حيوانية ها والتي حفظت في الصخور ها لملايين السنين خلاص. وشنو هي؟ هي اسمعني مليح فرضا مات حيوان توضح فوقه صخر بعد ذاك الصخر توضح فوقه صخر وبالتالي هذا الحيوان ما دام راه مضغوط بين صخور راه رايح يبقى اثاره لملايين السنين يحفظ دائما فتصبح عباره عن مستحاثه دليل على وجود ذلك الحيوان في تلك المنطقه. شيخ نبات اخر نبات موضوع بين صخور خلاص نتيجه عوامل معينه هاليك سوف يحفظ لملايين السنين. اسمعني مليح واش صابو انه هذا الحيوان اللي هو سينوغناتوس ها في اماكن متواجد في اماكن متقابله في امريكا الجنوبيه وافريقيا هايلي هذه المنطقه هي منطقه تواجد هذا الحيوان سينوغناتوس. شيخ بالنسبه لحيوان اخر عباره عن ميزوزوريس عباره عن سحليه خلاص لاحظ ما هذه السحليه متواجده في اماكن من افريقيا واماكن تقابلها في امريكا الجنوبيه خلاص. ايضا عندنا نبات اللي هو نبات السرخس جلوسوبتيروس هذا النبات السرخسي جلوسوبتيروس يتواجد في اماكن من افريقيا واماكن مقابله في امريكا الجنوبيه. اذا هذه المستحثات النباتيه والحيوانيه دلاله على ان القارتين كانت من قبل ماذا كتله واحده ثم نتيجه حركات التباعد للصفائح تزحزحت القارتين خلاص. ايماجيني معايا لو كان هذا الحيوان كان موجود هنا بصح ما كانش في افريقيا خلاص كان هنايا وهذا الميزوزوريس فانيك حيوان هذا كان موجود في افريقيا بصح ما كانش موجود في امريكا الجنوبيه. هنا المستحثات اللي راه في افريقيا واللي راه في امريكا الجنوبيه غير متماثلين وبالتالي لم يكن الكتلتين معا من قبل خلاص بصح ما دام ماذا راه متواجدين في نفس القاره هذا متواجدين نفس ماذا المستحثات في قارتين مختلفتين وفي أماكن ماذا متقاربتين دلالة على أن القارتين كانت من قبل كتلة واحدة ثم نتيجة زحزحة نتيجة ماذا تباعد الصفائح ماذا هالك تزحزحت هذه القارات وابتعدت بالتالي هذه المستحثات. يعني الدليل رقم ثلاثة هو الدليل المستحثي مستحثي. واش نقولوا على الدليل المستحثي؟ هاليك وجود مستحثات هاليك نباتية وحيوانية متماثلة هاليك وجود مستحثات نباتية وحيوانية متماثلة هاليك وفي كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية خلاص سبا هذا أيضا دليل مستحثي. يعني انطلاقا من هذه الثلاث دلائل على أن هناك فعلا حركات تباعد للصفائح خلاص والتي ماذا كنتيجة لذلك تزحزحت القارات خلاص سبا. الحصة القادمة نكمل مع دليل توسع قاع المحيط واللي هو مبرمج علينا نقرأه في هذه السنة. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.